في كورس تفاضل وتكامل ان شاء الله رح نرجع نكمل الكورس. رح ناخذ اليوم ان شاء الله الاشتقاق، الاشتقاق باستخدام التعريف عن قيمة معينة. رح ناخذ الاشتقاق باستخدام التعريف لأي دالة بدون ما يحدد عن قيمة معينة، لأنه أكثر موضوعين الطلبة سألوني عليهم هو الاشتقاق باستخدام التعريف والاشتقاق بشكل عام. رح ناخذ إن شاء الله، رح أفصلهم كلهم بمحاضرات، كل موضوع بمحاضرة معينة. يعني اليوم إن شاء الله رح نشرح الاشتقاق باستخدام التعريف عن قيمة معينة، المحاضرة اللي بعدها الاشتقاق باستخدام التعريف للقيمة للدالة بشكل عام، المحاضرة اللي بعدها الاشتقاق للدالة النسبية، رح ناخذ على حدة الاشتقاق للدالة كثيرة الحدود أيضا لوحدها، الاشتقاق للاقتران للجذر التربيعي والاقتران النسبي، والاشتقاق أيضا لأي جذر بشكل عام. يعني في هو قانون للجذر التربيعي لمشتقته، لكن ما بينفع أشتق فيه الجذر التكليدي، فأي جذر ممكن نشتقه باستخدام أيضا القوانين إن هي نحولها لدالة أسية. رح ناخذ أيضا الاشتقاق للدوال الأسية، الاشتقاق للدوال المثلثية اللي هي ساين وكوزاين والتان والكوت والمقلوبات لهم، وإن شاء الله تستفيدوا. خلينا نبدأ ناخذ الاشتقاق باستخدام التعريف. المشتقة باستخدام التعريف عندنا تعريف the derivative of a function f at number a denoted by f dash a. يعني المشتقة للدالة f عند العدد a رمزها f dash a. وقانونها هي f dash a بدها تساوي limit ل f a plus h minus f a على ال h لما ال h تقول لصفر. إذا دائما المشتقة باستخدام التعريف، المشتقة باستخدام التعريف على طول بتعرف ان المشتقة بتكون بدلالة مين؟ النهاية. اذا المشتقة باستخدام التعريف هي مشتقة بدلالة النهاية. اول حاجة في المشتقة بدلالة النهاية هي اول اشي الرمز الى المشتقة الاولى بحط لها داش واحدة. بعد هيك بعد سلسلة المحاضرات رح ناخد المشتقة الثانية، المشتقة الثانية بتكون لها ايش؟ هم شرطتين. يجي هان F داش الـ A يعني المشتقة الأولى للاقتران F عند الـ A. هاي الـ F هي هذه دالة، الـ F هي الدالة المعطى عندي، بدي أجيب المشتقة الأولى إلها عند مين؟ عند الـ A. A هذه عادة أحيانا بالسؤال بيحدد لي إياها، بيعطيني مثلا على سبيل المثال الـ A بدها تساوي 3 أو الـ A بدها تساوي 5 أو الـ A بدها تساوي 9 أو الـ A بدها تساوي 4. الـ A ممكن يحط لي إياها أي عدد، ممكن يخلي لي إياها هيك بس هيك ثابتة هيك ما يغير لي إياها، يطلب يعني المشتقة عند الـ A بشكل عام. المشتقة عند الـ A بشكل عام هي نفسها المشتقة عند الـ X بشكل عام. النهاية إن أول ما يطلب المشتقة باستخدام التعريف بدي أحط النهاية، دائما الـ H تقول إلى الصفر ما بتتغير أبدا. الـ H تقول إلى الصفر. F A زائد الـ H ناقص F الـ A على H. الطلبة الصعوبة اللي بواجهها الطلبة عند حساب المشتقة الأولى باستخدام التعريف هي قيمة f a زائد ال h ناقص f ال a. كثير من الطلبة لما بيجوا بيعوضوا هان عند أول خطوة بيعوضوا خطأ. إذا f a زائد ال h لازم أعوض فيها صح ناقص f ال a على ال h. بعد هيك بصير عندي السؤال عندي بيرجع لقوانين النهايات، وشرحت كل قوانين النهايات وموضوع النهايات كامل مشروح موجود بالقناة. رح أرجع أحط الروابط الخاصة بالنهايات في نفس الفيديو تحت. نيجي ناخد على سبيل المثال أول سؤال، لو كانت أنا F الـ X عندي بدها تساوي 2X ناقص 4. هاي معطيني سؤال F الـ X بدها تساوي 2X ناقص 4، طالب من مين؟ Find F داش الـ X at X بدها تساوي 2 at X بدها تساوي A على سبيل المثال. ممكن يجيب السؤال بالصيغة هاي، أو ممكن السؤال يعطيني إياه find F داش للـ A يعني أوجد المشتقة الأولى عند الـ A، أو ممكن يكتب لي إياها أوجد F داش للـ X لما X بدها تساوي A نفس الشيء.
إذا يا بيعطيني السؤال بالصيغة هذه أو بيعطيني السؤال بالصيغة هذه. أو ممكن يقول لي find the derivative of a function f at number a. أول حاجة بدي أروح أعملها أكتب القانون f داش لمين؟ عند الـ a، هو طالبها عند الـ a، بدها تساوي limit لما h تقول لصفر f h زائد الـ a ناقص f الـ a على h. دائما بالتعويضات f الـ a و f h زائد الـ a بعملهم على جنب لحتى أسهل على نفس التعويض، وهي هذه أكثر شيء الطلبة بتصعب منها. بس بالأول أنا بديت مثال بسيط اللي هي 2 x، لكن لو كانت الـ x هنا تربيع أو تفعيل أنا بتغلب الطالب. بنروح على جنب بدي أشوف كيف أنا بدي أعوض في قيمة f h زائد الـ a ناقص f الـ a، بدي أروح أعملهم على الهامش. على الهامش خلينا نعملهم هان. أول حاجة بدي أكتب الدالة اللي هو معطيني إياها f الـ x. f الـ x هي عبارة عن 2 x ناقص 4. أنا مين بدي بالسؤال أعوض؟ بدي f h زائد الـ a، إذا بدي أكتبها هيها f. خلينا بالأول نجيب f الـ a لأنه هي أسهل شوي، و f h زائد الـ a. هلا h زائد الـ a هي نفسها a زائد الـ h، لأن الجمع ترتيب. h زائد الـ a هي نفسها a زائد الـ h. طيب، نيجي أجيب f الـ a، f الـ a كيف بدي أجيبها؟ أنا برجع للدالة اللي هو معطيني إياها هان. كل قيمة x بتتغير بقيمة جديدة. يعني كل x بالسؤال بدي أشيلها وأحط مكانها القيمة الجديدة هي مين؟ الـ a. إذا بدها تصير عندي 2 a ناقص الأربعة. هيني أنا جبت f الـ a. أجيب f الـ h. كل x بدي أشيلها وأعوض عنها h زائد الـ a. وين الـ x؟ الـ x قصده الموجودة هنا بالسؤال قيمة f الـ x اللي هو معطيني إياها. إذا هاي الاثنين ثابتة والسالب ثابت والأربعة ثابتة، فقط الـ x هي اللي راح أغيرها وأحط بدلها h زائد الـ a. إذا حيصير عندي 2. المفضل دائما لما أنا أعوض قيمة f h زائد الـ a، دائما دائما لما اعوض h زائد الـ a احطها بين اقواس. هيها h زائد الـ a ناقص الأربعة، هيها كمان بتنزل. ليش أنا حطيتها بين اقواس؟ لأنه لو الطالب كتبها بالشكل هذا 2 h زائد الـ a ناقص 4، صارت عندي الـ 2 فقط مضروبة بالـ h، وأنا الـ 2 هي مضروبة بقيمة الـ x كلها، يعني مضروبة بالقيمة الجديدة هذه كلها. لهيك دائما الطالب لما يعوض قيمة f h زائد الـ a لازم يحطها بين اقواس. كل ما تكون عندي h زائد الـ a اعوض عنها ايش؟ احطها بين اقواس لما اعوض عنها. بعد هيك بدي ابسط. الاثنين هذه مضروبة في الاقواس، بعمل عملية التبسيط. 2 h زائد 2 ضرب a 2 a ناقص 4. هيها 2، هذه الاثنين مضروبة في الأقواس، يعني الاثنين هي للأش وكمان للإي مش للأش لوحدها. بعد هيك هيدي بدي أروح أرجع آخذ القيم اللي أنا أوجدتها على الهامش وأعوض عنها في القانون عندي. هاي الليمت بتنزل زي ما هي، هاي الليمت اتش تقول لصفر دائما في مقام اتش. نيجي عند البسط h زائد الـ a، أنا شو أوجدتها على الهامش؟ هي 2 h زائد 2 a ناقص 4. 2 h زائد 2 a ناقص 4 ناقص. دائما هان إشارة السالب، هذا الناقص يلي موجودة عندي هان، أي إشي بعدها بدي أروح أحطه بين أقواس، لأنه السالب هو لمين؟ للـ f a كلها. إذا سالب مين؟ ايش f الـ a انا اوجدتها؟ هي 2 a ناقص 4. 2 a ناقص 4. لو الطالب حط على طول سالب 2 a ناقص 4، هيك السالب راحت بس لل 2 a، وانا السالب هي لكل f الـ a. اذا هذه لازم تنتبهوا لها، اول شغله لازم تنتبهوا لها انه لازم لما اعوض h زائد الـ a احطها بين اقواس. كل ما الاقي h زائد الـ a بدي احطها بين اقواس.
النقطة الثانية عند التعويضات إنه استشارة السالب هذه بقيمة F الـ A كلها، فلازم أحطها بين أقواسين. نمسح لأنه هذا خطأ اللي فوق، فبضل مين على بين الأقواس. بعد هيك بدي أعمل الليمت لما H تقول لصفر، لازم أبسطها. في عندي هاي 2 H تنزل زي ما هي، زائد 2 A ناقص الأربعة. بعد هيك السالب هذا هي بدي يعدي على الأقواس، مرة سالب أضربه في 2 A ومرة السالب أضربه في السالب أربعة. فبتصير عندي سالب في 2 A سالب 2 A سالب في سالب، رح يعطيني موجب أربعة. بعد هيك أشوف إذا في عندي حدود متشابهة أضيعها مع بعض. في هاي عندي سالب أربعة بدها تروح مع موجب أربعة، سالب 2 A بدها تروح مع موجب 2 A، ضل عندي 2 H. إذا ضل عندي أنا بالسؤال هان ليميت لما H تقول لصفر، ضل عندي بالمقام H، وبالبسط ضل عندي فقط 2 H. بعد هيك بنختصر، في عندي H بالبسط مع H بالمقام، رح يضل عندي بالنهاية ليميت لما H تقول لصفر للاثنين. ودائما النهاية للاقتران الثابت اللي هي الاثنين، هذه اقتران ثابت بيعطينا القيمة نفسها اثنين. إذا هذه هي عبارة عن مين؟ المشتقة الأولى للدالة F الإكس عند مين؟ عند الـ A. هيك بنكون أوجدنا المشتقة الأولى للاثنين X ناقص أربعة. رح ناخذ سؤال يكون موجود فيه إكس تربيع. الإكس تربيع يعني حأواجه مشكلات هان عند التعويض بـ H زائد الـ A و F الـ A. ودائما دائما اعمل F الـ A و F H زائد الـ A على الجنب على الهامش وبسطها، وبعدين ايش؟ رجعها على القنط. ناخذ السؤال اللي بعدين. ناخذ السؤال الثاني. عندي الدالة F X هي عبارة عن X تربيع ناقص 8 X زائد 9. طالب مني في السؤال فاين F داش للإكس، F إكس بدها تساوي A. ممكن يحدد لي هذه A، يكتب لي إياها 2 3 أي عدد ممكن يعطيني إياها، أو ممكن يعطيني إياها بصورة عامة A، بشكل عام A. طيب حكينا أول إشي باستخدام، طالما هو معطيني بالسؤال إنه أوجدها باستخدام التعريف، أول إشي بدي أروح أعمله إني أحفظ المشتقة باستخدام التعريف قانون على طول، هي النهاية لما H تقول لصفر. عندي المقام دائما H، في البسط عندي F H زائد الـ A، أو A زائد الـ H نفس الإشي ناقص F الـ A. خلينا نعملها A زائد الـ H عشان كتير طلبة هيقولوا لي A زائد الـ H بتختلف عن H زائد الـ A، رح نحكي لهم لا، لأن الجمع تبديل A زائد الـ H هي نفسها ما اختلفتش. طيب الخطوة الثانية، أول إشي بدي أكتب مين؟ هيها التعريف اللي هو القانون باستخدام التعريف. بعد هيك حكينا بدي أروح على الهامش أوجد مين؟ أحفل A. هيا بدي اقفل A لحال وقف A زائد الـ H. أول إشي بروح على الهامش وبأكتب مين؟ بدي أكتب الاقتران كامل كما هو. هيا F الـ X هي عبارة عن X تربيع ناقص 8 X زائد 9. أول إشي بدي أوجد مين؟ اقفل A لأنها بسيطة دائما. F الـ A وتساوي، بعدها بدي أجيب F A زائد الـ H. نيجي هان F X، بروح بقى أشوف كم X عندي بالسؤال أو وين ال X اللي معطيني إياها بالسؤال. هاي قيمة لل X وهاي ال X وبس. التربيع عندي سالب ما رح يتغير، السالب سالب، الثمانية سالب، موجب تسعة سالب. أنا هان بدي أغير ال X مرة أحط بدلها A، إذا بروح على مين؟ على الدالة. كل X بدي أشيلها وشو أحط بدلها؟ A. فصارت عندي هيها A تربيع ناقص 8 أشيل الإكس وأحط الـ A زائد 9.
اذا كل اكس اشيلها واحط الاي. طيب انا بدي اجيب اف اي زائد الاتش. حكينا كل ما يكون عندي اي زائد الاتش لما بدي اعوض عنها بدي احطها في بين اقواس لوحدها. اذا هاي الاكس بدي اشيلها واحط بدلها مين؟ اي زائد الاتش. هاي بعين اقواس الكل تربيع ناقص 8. في عندي اكس بدي اشيلها اعوض بدلها مين؟ اي زائد الاتش، يعني بدي احطها في بين اقواس اي زائد الاتش زائد 9. هاي لوحدها ما فيش عنها ايش؟ اي او اتش. اذا العيد ثاني عند التعويض اللي هي هذه المشكله الاساسيه اللي بتواجه الطلاب، كيف انه يعوض اي زائد الاتش لما يكون معطيني الداله سواء كانت داله خطيه يعني من الدرجه الاولى نفس السؤال الاول، او داله تربيعيه اللي هو اقتران تربيعي يكون مرفوع لاس 2. فالمشكله اللي بتواجه او الصعوبه اللي بتواجه الطلبه انه كيف يفك التربيع هذا ويعمل التبسيطات. لو انت عملت على الهامش خطوه بخطوه وبعد ايه؟ بعد ما تخلص التبسيطات وديها على القانون ترجعها على القانون تعوض فيها بتكون سهلت على نفسك كثير. واهم حاجه اول شيء انه انا دائما دائما كل ما بدي اعوض عن اي زائد الاتش في قيمه اف الاكس احطها بين اقواس، هذه اهم شيء. بعد هيك باجي بدي افك الاقواس. هان عندي اي تربيع ناقص 8 اي زائد 9 ما بدهاش تبسيط، ما بدها اي تبسيط ولا شيء. نيجي عند اي زائد الاتش الكل تربيع، فك التربيع، هذه فك تربيع لازم يفك التربيع. الحد الثاني بدي اضرب سالب 8 في الاقواس وابسط. فك التربيع للي ما بيعرفش فك التربيع نكتب هان قانون فك التربيع، لو عندي اكس زائد واي كل تربيع. شو فك التربيع؟ هذا فك التربيع بنقسمه فك التربيع الاول تربيع يعني الاكس تربيع زائد الاول ضرب الثاني ضرب 2 يعني 2 اكس واي زائد الثاني تربيع واي تربيع. نعيد، هذا اسمه الاول، هذا اسمه الحد الاول، وهذا اسمه الحد الثاني. طبعا الحد الاول والثاني ممكن يكونوا عدد ممكن يكون متغير، يعني الاكس ممكن تكون عدد الواي ممكن تكون عدد او متغير، ممكن يكون اي زائد بي. المهم فك التربيع ايش قانونه؟ الاول تربيع، هي الاول تربيع وانا شرحته اعتقد في المحاضره الاولى او الثانيه اللي هو محاضره المعادلات. الاول تربيع الحد الاول زائد الاول ضرب الثاني ضرب 2. اذا الاول اضرب في الثاني اضرب في 2 زائد الثاني تربيع. اذا الاول تربيع بعدين الاول ضرب الثاني ضرب 2 زائد الحد الثاني تربيع. ناخذ كمان مثال عليه، لو كان عندي a زائد b كل تربيع ايش فكها؟ حكينا الاول تربيع a تربيع زائد الاول ضرب الثاني ضرب 2 زائد الثاني تربيع. طيب لو كان عندي a ناقص b كل تربيع ايش فك التربيع؟ الاول تربيع a تربيع زائد الاول ضرب الثاني الثاني سالب b، باخده معي شرط كل عدد باخده معي شرط، وسالب b ضرب 2 زائد الثاني تربيع يعني سالب b تربيع. وهذا راح يعطيني a تربيع سالب موجب سالب 2 ab زائد b تربيع، لأنه التربيع بضيع السالب فقط ليش؟ لقيمة واحدة مش للكل. تربيع هنا بضيع السالب. إذا نرجع لسؤالنا، أنا بدي أفك a زائد الاتش لكل تربيع، هي عبارة عن الأول تربيع زائد الأول ضرب الثاني ضرب 2 زائد الثاني تربيع. اعتقد هيك صارت واضحه فك التربيع. هي ثلاث امثله على فك التربيع وفي الاخر ايه؟ رجعنا نعوض بالتربيع. ناقص خلصت انا الحد الاول. اجي خلصت الجزئيه الاولى، بدي اعمل تبسيط للجزئيه الثانيه. عندي السالب 8 كلها مره مضروبه بالاي ومره مضروبه بمين؟ بالاتش. سالب 8 ضرب ايه؟ سالب 8 ايه؟
سالب 8 في موجب اتش فهيعطيني سالب 8 اتش زائد 9. في ضرب تبسيط بعد هيك؟ لا، خلصت عن اخر خطوه للتبسيط. هاي اف الاي صارت هيك ابسط عندي، ابسط شيء موجود لاف الاي، واف زائد الاتش اف اي زائد الاتش هاي. برجع وين اعوض فيهم؟ بالقانون. النهايه بتنزل كمانية هاي. ليميت اتش تقول لمين؟ لصفر. عندي في المقام دائما مين؟ الاتش. يمكن قاعده لوحده. اجي لاف اي زائد الاتش، وينها؟ هاي اف اي زائد الاتش انا اوجدتها، هي عباره عن اي تربيع زائد 2 اي اتش زائد اتش تربيع ناقص 8 اي ناقص 8 اتش زائد 9 ناقص مين؟ اف الاي. حكينا احنا لما اجي اكتب اف الاي اعوض عنها لازم احطها بين اقواس. ليش احطها بين اقواس؟ لانه السالب للداله هذه كلها، السالب للداله هذه كلها، شو اعوض عنها؟ اف الاي هي عباره عن اي تربيع ناقص 8 اي زائد 9. طيب بعد هيك شو الخطوه اللي بعديها؟ هذا الحد المقدار الاول بينزل زي ما هو والمقام كما هو، ولكن ما بين الاقواس بدي اعدي السالب عليه، اخلي السالب تدخل هنا على مين؟ على الثلاث حدود اللي عندي. إذا هاي النهاية ليميت لما اتش تقول لصفر، عندي الاتش المقام كما هو، مين عندي في البسط؟ اي تربيع زائد 2 اي اتش زائد اتش تربيع ناقص 8 اي ناقص 8 اتش زائد 9 سالب في اي تربيع سالب اي تربيع سالب في سالب راح يعطيني موجب 8 اي سالب في موجب هذه سالب في موجب راح يعطيني سالب 9. إذا نعيد، سالب في سالب موجب، سالب في موجب سالب، هذه إيه؟ مش 9، إيه؟ بعد هيك أشوف بعد ما أنا خلصت كل التبسيطات، التبسيطات كلها وعوضت تعويض صحيح، أجي أشوف مين الحدود اللي بدها تروح مع بعض اللي هي عكس الإشارة، كل حد معكوسه بالإشارة بدي أشيله. هي موجب A وسالب A بروحوا مع بعض. في عندي 2 A اتش هان؟ لا. في اتش تربيع لها مخالف بالإشارة؟ لا. سالب 8 A؟ أي نعم. سالب 8 A وموجب 8 A راحوا مع بعض. موجب 9 وسالب 9 راحوا مع بعض. ضل مين عندي أنا؟ ليميت لما اتش تقول لصفر، عندي بالمقام هي اتش كما هي، البسط عندي 2 A اتش زائد اتش تربيع ناقص 8 اتش. في شيء ثاني ضايل؟ هاي ها، حدد اول ثاني خلص. بعد هيك هاي هيك بعد ما خلصت كل التعويضات وكل التبسيطات، اجي برجع لقوانين النهايات السابقه. قوانين النهايات لو انا عوضت بالاتش تقول لصفر، يعني اعوض بالاتش صفر، المقام عندي صفر، فهذه مشكلة لحتى الآن، لحتى الآن أنا عندي مشكلة المقام صفر. البسط صفر، صفر صفر، صفر زائد صفر ناقص صفر، كله راح يعطيني صفر على صفر. وهذا إيش؟ حل غير صحيح. أخذنا في قوانين النهايات إنه لو كان عندي في المقام اتش، أنا بدي أتخلص منه اللي هو الاتش اللي هو صفر، وبدي أنا أتخلص منه، الطريقة الوحيدة إني أبسط البسط. كيف أبسط؟ يعني آخذ منه عامل مشترك اتش عشان يروح مع الاتش اللي في المقام. ليش نعمل الخطوة هنا؟ هذا طبعا مش لزوم. ضل أنا عندي هاي النهاية لما اتش تقول لصفر، عندي بالمقام اتش البسط 2 اي اتش زائد اتش تربيع ناقص 8 اتش. بدي اخذ عامل مشترك، انا بطلع على الحد اللي في البسط بلاقي فيها ان اتش واتش واتش. بقدر اخذ عامل مشترك من البسط اتش اذا كانت الاتش موجوده في كل حدود البسط. اذا ملاحظه ثانيه، إذا الاتش موجودة في كل حدود البسط فأقدر آخذ منها عامل مشترك اتش.
نيجي ناخد اتش واحدة عامل مشترك. أنا عندي أنا المقام كما هو والليمت اتش تقول لصفر، أجي آخد اتش وأفتح أقواس. لما أنا آخد اتش من هنا شو بيضل عندي؟ 2 a زائد آخد هنا عندي اتش تربيعي، اتش تربيعي يعني اتش واتش مع بعض، يعني اتش مضروبة في اتش. 8 a يعني 8 مضروبة في الاتش. لما انا اخد من الاتش تربيع اتش واحده بتروح هيها عندي هنا عامل مشترك، بضل عندي مين؟ اتش ناقص 8 اخد الاتش بضل عندي 8 واسكر الاقواس. هاي الاتش هي مع ال 2 a كانت، وكانت مع الاتش، وكانت مع مين؟ مع ال 8. بعد ما انا اخذت الاتش عامل مشترك، الاتش اللي في البسط راح تروح مع الاتش اللي في المقام. ضل عندي مين في البسط؟ ليميت لما اتش تقول لصفر، ضل عندي 2 a زائد اتش ناقص 8. لانه المقام واحد خلص ما بيلزم، المقام واحد اذا خلص ضل عندي بس طرف البسط. بعد هيك بعوض بالاتش صفر، ما الاتش تقول لصفر يعني واي يساوي 2 a كما هي ما فيش اتش اعوض عنها، زائد الاتش اللي هنا صفر ناقص 8، وراح يعطيني 2 a ناقص 8. اذا المشتقه الاولى للاقتران عند ال a اعطتني 2 a ناقص 8. اذا الطالب بيمشي بالخطوات هذه، واهم حاجه انه لما يجي يعمل اف ال a زائد الاتش على الهامش واف ال a على الهامش يعوض A زائد الاتش احطها بين اقواس، كل ما بدي الاقي A زائد الاتش اعوض عنها احطها بين اقواس بكون افضل بالتبسيط. بعد هيك لما انا اجي اعوض اف ال A السالب يلي الاشارة السالب يلي قبلها لازم احط الاف ال A باقواس عشان السالب لكل الدالة. هذه اهم اشي وان شاء الله بعدين ما بتلاقوش صعوبة فيها. خلينا ناخذ كمان سؤال اللي هو عند الجذر وعند القيمة التكعيبية. نيجي للسؤال رقم 3، عفوا انا نسيت رقم الاسئله، هذا السؤال رقم 3. طالب مني اوجد المشتقة عند ال A. Find f داش x at x بتساوي ايه؟ حكينا ممكن يطلبها بأكثر من صيغة، المهم ان هو في السؤال طالبها باستخدام القانون. وطبعا موجودة بالكتب كلها كيف سيرة السؤال أولد المشتقة الأولى باستخدام القانون، أو ممكن يحكي لي باستخدام اللي هي النهاية. أول إشي دايما بيعمله بكتب قانون الاشتقاق باستخدام التعريف، يعني اف داش عند ال A بتساوي مين؟ ليميت لما اتش تقول لصفر عند الاتش بالمقام كما هي اف A زائد الاتش ناقص اف ال A. كويسة، بروح على مين؟ على مش حكينا، بكتب أول إشي اف الإكس اللي هي الدالة اللي هو معطيني إياها جذر الإكس. مين بدي أعوض؟ بدي أجيب اف الإي واف اتش زائد الإي. بدي اف الإي شو بدها تساوي؟ واف إي زائد الاتش أو الاتش زائد الإي نفس الإشي. حكينا عندي هان برجع لاف الإكس، كل قيمة إكس بدي أشيلها أشوفها بالسؤال وين؟ وأعوض عنها مرة بـ A لوحدها ومرة أعوض عنها A زائد الأتش. طيب السؤال هنا بسيط كتير اللي هو جذر الـ X، يعني عندي بس X واحدة ما فيش عندها شغلات تانية X زائد 2 X زائد أو X تربيع تحت الجذر، بدكم كلهم نفس الطريقة وعملكم نفس معاملة الجذر باستخدام التعريف. هناخد الطريقة هذه، كل اكس اشيلها واعوض عنها مين؟ ايه؟ هي الجذر كما هو، الاكس اشيلها واحط بدلها ايه؟ سهلة هذه أول واحدة. نيجي للثانية، حكينا اف اي زائد الاتش، هي الجذر. نرجع ثاني، بعد ما أنا أوجدت اف الاي هي جذر الاي، واف اي زائد الاتش هي جذر فقط اي زائد الاتش تحت الجذر، يعني ما في لها تبسيط. ولا في فك تربيع ولا في فك تكعيب ولا في تبسيط اللي هو أعد ما بين الأقواس على الحد اللي بعديها أو إشارة السالب. بروح بكل بساطة أعوض عنهم هاي، اف اي زائد الاتش هي عبارة عن جذر اي زائد الاتش
ناقص اف ال ايه. حكينا لما انا دايما باجي اعوض عن اف ال ايه بحطها بين اقواس عشان اشاره السالب هي لكل الحدود اللي موجوده ما بين الاقواس، ولكن انا عندي فقط حد واحد جذر ال ايه فبشيل الاقواس مالهاش دخل. واضح؟ بعد دي هاي خلصنا ما في الها ايه؟ يعني تبسيط قبل ما اعوض بالصفر. لو انا اجيت عوضت بالصفر ما عادش اقول لصفر، المقام عندي صفر واخدناها وشرحتها بالتفصيل. لما يكون عندي النهايه تقول لعدد سواء صفر او اي عدد وعندي جذور بالشكل هذا، كيف بدي اتخلص من الجذر؟ كيف ابسطها لحتى اتخلص من الصفر؟ عن طريق الجذور اللي هي بطريقه الضرب بالمرافق. وفي موجوده بالمحاضره خاصه بالنهايات اللي هي الضرب بالمرافق، اللي هي ايجاد النهايه باستخدام الضرب بالمرافق. طيب نشرح الان على جنب شو يعني الضرب بالمرافق للي ما حضر المحاضره. الضرب بالمرافق لو انا عندي اكس زائد 3 ناقص جذر الاكس، وانا عندي هان مثلا واي، بدي اضرب في مرافق البسط. انا الجذور عندي وين موجوده؟ في البسط. الضرب في المرافق لازم اضرب بسط، قيمه موجوده في البسط والمقام. ليش بضرب في البسط والمقام؟ عشان ما تتغيرش قيمه الاقتران اللي عندي. الضرب في المرافق هو تغيير اشاره الحد الثاني. هذه الاشاره بدها تتغير هان. كيف يعني اضرب بالمرافق؟ جذر الثلاثة، هيا جذر الاكس زائد ثلاثة بدي تصير زائد جذر الاكس على مين؟ على جذر اكس زائد ثلاثة زائد جذر الاكس. هي معناه ان انا اضرب في مرافق البسط. اضرب في مرافق البسط يعني بدي اضرب في البسط نفسه ولكن اغير اشارة الحد الثاني للبسط. اي الحد الثاني كانت اشارته سالبه بدها تصير اشارته موجبه. يعني لو انا كان عندي مثلا اكس زائد اي ناقص جذر مثلا اكس، خلينا على مين؟ على واي. بدي اضرب في المرافق لايها؟ هو عباره عن جذر الاكس زائد الاي زائد جذر الاكس. على مين؟ على جذر الاكس زائد الاي زائد جذر الاكس. هيك انا بكون ضربت في المرافق لمين؟ للبسط. هذا اسمه الضرب في المرافق للبسط، اللي هو بغير اشاره الحد الثاني. اذا نرجع هنا، عشان اضرب في مرافق البسط لازم اضرب في نفس المقدار الموجود في البسط ولكن اغير الاشاره من سالب الى موجب. خلينا نعملها. فخليها لوحدها هيك. ولكن البسط انا محتاج اضربه.
الباست هذا شيء مهم. عندي جذر بدي اضربه في جذر. خليني بس امسح الخطوط الحمراء عشان اوضح ايش اللي انا بدي اضربه بالضبط. عملية ضرب الأقواس هي القوس الأول والقوس الثاني. جذر الـ A زائد الـ H حضربها في القوس، وسالب جذر الـ A راح حضربها في القوس هذا كمان. إذا جذر الـ A زائد الـ H حضربها في القوس الأول، سالب جذر الـ A راح حضربها في القوس القوس الثاني، وسالب جذر الـ A راح حضربها برضه وين؟ في حدود القوس اللي موجودة عندك يعني. إذا حيصير عندك جذر الـ A زائد الـ H مضروب في مين؟ جذر الـ A زائد الـ H زائد جذر الـ A. أي حد الأول؟ الأول أضربه في مين؟ في الجذر، في الموجود في المقدار كامل. سالب جذر الـ A مضروب في مين؟ في نفس المقدار. زائد جذر الـ A. هذا الطلبة واجهوا صعوبة الجذور مع بعض. ضرب الجذور سهلة لو كانت ما تحت الجذر مشابه أو متساويان. إيش يعني متساويان؟ نيجي نعملها على هامشها. عندي جذر إكس، ضرب جذر إكس بده يعطيني جذر الإكس لكل تربيع، ومعي التربيع بتضيع التربيع بيعطيني إكس. المعنى في حالة الجذر التربيعي بدي أضرب جذور تربيعية كانت ما تحت الجذر نفس بعض على طول راح يعطيني قيمة الإكس. يعني جذر التربيعي لواي مضروب في جذر التربيعي لواي راح يعطيني واي على طول. جذر التربيعي لواي زائد 5 مضروب في جذر التربيعي لواي زائد 5 على طول راح يعطيني واي زائد 5. الجذر التربيعي لإكس ناقص 10 مضروب في جذر التربيعي لإكس ناقص 10 راح يعطيني إكس ناقص 10. الجذر التربيعي لإكس زائد إتش مضروب في جذر التربيعي لإكس زائد إتش راح يعطيني على طول إكس زائد إتش. واضح؟ إذا لو أنا ضربت جذور تربيعية وكان ما تحت الجذر الأول نفسه المقدار، ما تحت الجذر الثاني على طول يعطيني نفس القيمة بدون الجذر. واضح؟ ليش؟ لأنه التربيع مع الجذر بيروحوا مع بعض بيعطيني إكس. فأجي أضرب الأولى هذه أعديها على وين؟ هاي. راح أرجع هان كمان كل واحدة أعديها على الحد الثاني. جذر الـ A زائد الـ H مضروبة في جذر الـ A زائد الـ H. هاي لقيتهم زي بعض. جذر الـ A زائد الـ H مضروبة في جذر الـ A زائد الـ H. أعدي هذه مرة هان، ومرة على الأقواس، ومرة السالب A على الحد الأول والسالب B على الحد الثاني. سؤال الجذر بده شوية إيش؟ طولة باب الصفر عشان كثير في عامل جذور. يجي جذر A زائد الـ H، أي ليميت؟ H تقول لصفر. أنا هكتبهم خطوة خطوة عشان الطالب ما يحكيش كيف طلعت A زائد الـ H مع إني وضحتها هنا. يعني لو أنا أجيب أجرب A زائد الـ H مضروبة في جذر تربيعي لـ A زائد الـ H راح يعطيني A زائد الـ H بشرط إنه يكون الجذر هذا تربيعي. في الجذر التكعيبي ما ينفعش. يعني لو كانت هذه تكعيب هيك لا تساوي 1. أوكي؟ فقط في حالة الجذر التربيعي. طيب، هأجي أضرب واحدة واحدة، جذر A زائد الـ H مضروبة جذر A زائد الـ H، الحد الأول في الأول، زائد جذر A زائد الـ H مضروب في جذر الـ A. خليها زي ما هي، ناقص. عندي جذر الـ A مضروب في مين؟ في جذر الـ A زائد الـ H. أنا راح أكمل السؤال هنا عشان هي هتطول شوية بس. هاي معايا. جذر الـ A مضروب في مين؟ هاي سالب جذر الـ A مضروب في جذر A زائد الـ H. سالب في سالب في الموجب سالب جذر الـ A ضرب جذر الـ A على H. نيجي نشوف جذر الـ A لـ A زائد الـ H، عفوا الجذر التربيعي لـ A زائد الـ H مضروب في جذر التربيعي لـ A زائد الـ H راح يعطينا على طول A
مين زائد القرش؟ هاي حسب مين؟ القوانين اللي عندنا، انه عندي ترتيب زائد والجذر الاي زائد جذر الاي رح يعطيني ايه، ولكن انا اطلع عليه شوي. جذر الاي زائد القرش في جذر الاي موجب، وجذر الاي زائد القرش في جذر الاي سالب، يعني القيمه هذه والقيمه هذه نفس بعض ولكن مختلفين بالإشارة، فبروحوا مع بعض. هيا جذر الـ A مضروب في A زائد الـ H وناقص جذر الـ A مضروب في A زائد الـ H، يعني زي لما أنا أحكي زائد X مضروبة في Y ناقص Y مضروبة في X، راح يعطيني صفر، لأنه هذا هي XY ناقص YX، صفر. لأن عملية الضرب إداري، واضح؟ فراحة الحد هذا عندي مع الحد الثاني بيعطوني ايه؟ مجموعهم صفر. سالب جذر الـ A في جذر الـ A تبعا للأمثلة اللي هان، جذر A مضروب في جذر A راح يعطيني ايه؟ إذا سالب A على H، كل هذا لما الليمت H تؤول لصفر. إذا نعيد ثاني من وين أجت الـ A زائد الـ H؟ A زائد الـ H أجت من الحد، هدول مع بعض لما انا ضربتهم اعطوني ايه زائد الاتش، وهدول مع بعض الحد هذا موجب هو نفس المقدار سالب مع بعض بيعطوني صفر، وجذر الاي مضروب في جذر الاي بيعطيني ايه، واشاره السالب كمان ايه. وضحت؟ بعد هيك هل في عندنا في المقام جذر اي زائد الاتش زائد جذر الاي، هذا كله مضروب في مين؟ في القرش. في البسط في عندي شيء ممكن انا ابسطه كمان؟ نعم، في عندنا الـ A مع سالب الـ A، هي الـ A موجب مع سالب الـ A. مين ضل عندي في المقام؟ في البسط عفوا، ضلت عندي قرش لوحدها، خليني بس اكملها الان. ليميت لما قرش تقول لصفر، عندي قرش وعلى المقام قرش مضروب في جذر A زائد القرش زائد جذر الـ A. القرش في البسط رح مضروب مع القرش اللي في المقام، واخيرا القرش اللي في المقام راح. طالما القرش اللي في المقام هذه لوحدها هيك راحت، يعني الصفر اللي في المقام راح، فضل عندي النهايه لما قرش تقول لصفر البسط واحد، وعندي في المقام جذر A زائد القرش زائد جذر الـ A. خليني امسح فقط الجزئيه هذه لحتى اعرفها. وتساوي ليميت، هي خلص بنعوض عنها بالاتش صفر، مفيش ليميت تاني. بعد ما خلصنا كل التبسيطات، البسط عندي صار واحد، المقام جذر الـ A زائد اتش زائد جذر الـ A، اعوض بالاتش صفر، انا عندي المقام والبسط واحد، المقام جذر A زائد صفر، لأن الاتش بعوض عنها بصفر، زائد جذر الـ A. ويساوي واحد على A زائد صفر A، يعني جذر A زائد جذر الـ A. جذر الـ A زائد جذر الـ A راح يعطيني 2 جذر A، يعني راح يساوي عندي واحد على 2 جذر الـ A. راح يسأل الطالب كيف جذر الـ A زائد جذر الـ A أعطاني 2 جذر الـ A؟ نفس لما أنا أحكي واحد على X زائد X فيعطيني واحد على 2x، صح؟ واحد على جذر 3 زائد جذر 3 فيعطيني واحد على 2 جذر 3، واضح؟ هيك بنكون اوجدنا بالسؤال، يعني عندي المشتقه الاولى عن جذر الاكس، جذر التربيع لاكس عن الاكس هتساوي ايه؟ المشتقه الاولى راح تكون هتساوي واحد على 2 جذر الاي. اذا المشتقه F داش X عندي الـ A واحد على 2 جذر الـ X، لو كانت A راح تصير A 3 3 نفس القيمة. ما أعرف إذا في ضايل معنا وقت لنشرح سؤال على الدرس التكعيبي، خلي السؤال المتعلق بالتكعيب للمحاضرة اللي بعدها، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. حاولت قدر الإمكان
ابسط التعويضات، وان شاء الله تستفيدوا. وايضا لو عنده سؤال يبعثوا، راح احط رابط الفيسبوك موجود، صفحة الفيسبوك، وفي جروب موجود لاي طالب عنده سؤال ممكن يطرحه على الجروب او يطرحه او يبعث لي اياه خاص. ولكن بعتذر، انا دائما مو كتير بعرض على الخاص لانه كتير كتير طلابي ببيعوا صراحة، كتير انا مضغوطة ومشغولة لاني حاليا بالهند مش بغزة. فان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نكمل المحاضرة اللي بعدها.